هنعمل دلوقتي الشوربه. طبعا الشوربه ممكن زي اي نوع شوربه تتعمل بالكريمه او تتعمل من غير كريمه. المقادير عندي: بصل مبشور ناعم، كرات مبشور ناعم، جزر مبشور ناعم، مستكه، كريمه، دقيق، لبن، زيت زيتون، سي فود مشكل، ثوم مفروم، ورق كرفس، كمون، شبت، وملح وفلفل. طبعا دلوقتي في طريقتين لعمايل الشوربه دي، يا اما طريقه ان انا اسلق السي فود الاول وبعدين استخدم شوربته وبعدين استخدمها، اصفيها وبعدين استخدمها، او طريقه تانية ان انا اعملها من الاول زي ما احنا هنعملها، ودي الطريقه الاسرع والاسهل طبعا، زي ما هنعملها دلوقتي مع بعض. وفي طريقه انه الخضروات اللي انتم مش حابينها تكون موجوده تحطوها سليمه، وبعد ما تخلصوا الشوربه تشيلوها، عايزه طعمها بس مش عايزه اكلها، فمش لازم تبقى مبشوره ناعم، ممكن تتحط سليمه تديني الطعم اللي انا عايزاه وبعدين تتشال في الاخر. اوكي، حبينها كده، انا شخصيا بحبها كده، بحب احس بطعم الحاجه واحب احس ان انا باكل خضار مع الشوربه، فده طبعا اختياركم. اللي يحب يحط شعريه او لسان عصفور يكونوا محمصين ويتحطوا في اخر غلوتين كده يغلوا مع الشوربه، مفيش مشكله خالص برضو. طيب تعالوا نشوف هنعمل ايه. ادي معلقه زيت الزيتون هنا. ثوم شويه حلوين يعني. بصل، جزر، طبعا برضو حيلة لطيفة جدا، حيلة الخضار كتير عشان استخدم سي فود اقل، فما بتبقاش مكلفة قوي وترمي كمية كبيرة، بيعملوها كتير محلات السمك يعني. اهو طبعا السي فود المشكل ده نقدر نجيبه من عند بتاع السمك سايب بكيلو، او بنقول له كده عايزين سي فود مشكل للشوربه، او في اكياس بتتباع في السوبر ماركت، في منها انواع كويسه جدا مجمده نقدر نستخدمها. ده كرفس، والكرفس موصوف للسي فود عامه ولاي شوربه خاصه، يعني اي شوربه احط فيها كرفس تديني طعم هايل، بدل البصل المبشور نحط بصل اخضر، ليه لا؟ حلو جدا، مش هيقول لا خالص بالعكس. يبقى حطينا ايه؟ حطينا زيت زيتون، بصل، ثوم، كرفس، كرات، نقطة شبت، نقطة كمون، نقطة ملح، نقطة فلفل، نقطة عصير ليمون يا رضوى، نقلب كويس. انا عندي هنا المكونات حصل لها ايه، بدات تدبل، اقوم منزله فص واحد مستكه صغير جدا، واللي ما عندوش مستكه ما يحطش، وابتدي انزل بالسي فود المشكل. عايزينه كله مخلي، عايزين منه شويه مش مخليين، ده على ده زي ما انتوا عايزين، اللي يريحكم اعملوه. هقلب بقى كل المقادير دي مع بعضها كويس جدا، وارجع تاني اسخن الميه. لا عايزه هنا بقى يتشوح مع بعضه كويس بصراحه. طيب يتشوح كويس، وبعدين انا هسقيه ميه، لان انا عندي هنا السي فود فهيعمل لي شوربه. انا كنت سالقه اصلا سي فود فعندي شويه من الشوربه، اوكي كنت سالقه دول فصفيت الخضار عشان اعملها تكون شوربه ما فيهاش خضار، وبعدين هبتدي استخدمها، كله هيمشي وكله صح وكله حلو. طيب هحط بقى جهز الكميه بتاعت الكريمه واللبن، يعني لو قلنا ان انا هستخدم كوبايه لبن يبقى هحط عليها نص كوبايه كريمه، مش اكتر من كده ابدا يعني. اهو معلقه الدقيق بقى قدامكم، حل من الاثنين، يا تتحط هنا وتدوب كويس جدا وتنزل في الاخر، يا تتحط هنا قبل الميه، قبل الميه و
وتتشوح مع المكونات، حاجة من الاتنين كده. اوكي وكده اوكي. لو انا شوحتها من الاول مع المكونات يبقى الكريمة واللبن ممكن انزلهم اخر حاجة خالص، اخر غلوة، مش هيفرق معايا. لكن لو حطيتهم المعلقة بتاعت الدقيق حطيتها مع الكريمة واللبن يبقى لازم تاخد غلوتين لحد ما الدقيق يستوي. يعني ده ما هسيب بقى، انا دلوقتي حطيت المية اهو، هسيبها بقى تغلي غلوتين واحنا بنتكلم هقوم منزلة عليها الكريمة واللبن.